السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الجمهور الحبيب. أرنا غادي بدينا واحد القصيدة عاد نوليو الحكاية بالفعل. بسم الله بديت قولي يا حضار، يا عارف الكلام اسمع والسنت، نعطي لك تاريخ على هذا البشر. راحوا ناس زمان والدنيا سدت، فرطنا في الدين رانا في خطر، رجال ونسوان والدنيا فلست. يعني هذا الكلام غير كان نعطيه لكم فايدة باش تعرف الشيخ علال أنا الكلمات اللي كنفكر فيهم يخصني نقولهم. دروك عاد غادي نبداو يا سادات يا كرام واحد الحكاية ديال تاريخ زمان، وهذه الحكاية راه فيها فايدة كبيرة. هادو واحد الزوج نتاع الخوت، واحد ما عندوش مسكين العشاء نتاع ليلة، اسمه مقابل غير الدين، غير الصلاة والدين، ما يخدم ما يردم ما والو، عايش مع خوه. هذا خوه خدام يخدم يصرف يدير الاخر غير قاعد. واحد النهار من نهارات الايام وهي تدور فيه المراه نتاعو، قالت له اسمع، هذا اخوك اللي ما يخدم ما يردم ما والو مقابل غير الصلاه والدين والماكله، بزاف علينا حنا هاد الشيء، خصه يدبر على راسو. قال لي ها المراه ما عرفناش الخير واش راه عنده ولا راه عندنا، وبالك رحنا عايشين في الرزق نتاعو. سكتت. عاود بقات ايام وهي تدور فيه، قالت له الراجل جوج كلام غادي تسمعها، خوك ينوض يخدم صحة، ما ينوض يخدم انا ما نبقاش نصبن ونسخر له، تحسب لك راني خدامة عنده. كيفاش كيما راك مدبر نتا على روحك حتى هو ينوض يدبر على روحه. قال لي هيا المرأة بغيتيني نجري على خويا؟ قالت له ما خصهاش يقعد معانا. مشى شاور الجماعه، قال لهم يا الجماعه واش غادي نقول لكم، انا عندي خويا وهذا خويا ما يخدم ما يردم، وراها قالت لي المراه خصك يدبر على راسو، وانا خويا ما نقدرش نفوتو، خلاه لي با. شوف منين كانت الخاوه بكري، شوف منين كانت المحبه، ما اليوم لا إله إلا الله تخلطت المشلية صافي وكرفة، الحمير راها تعلف خيول مكتفين بكتاف، الذياب راها تاكل في لحم الخرفان خطفة، والنمور تكدد في العظام وتخاف، والنساء اللي يخدموا على كل صيفة، والرجال اللي والريح باردين الكتاف. خصكم نتفاهمو. قالوا له يا سيدي ربما راك عايش في الرزق نتاعو، عندك الخيرات نتاع سيدي ربي، وخوك راجل مدين نعرفوه راجل مدين، وربما راك عايش في الخير نتاعو، ولا الدار قال له خويا دبر على راسك. قال له الله يا خويا فين غادي نمشي، ما عندي با ما عندي ما ما عندي اختي، عندي غير انت وسيدي ربي، وبغيت اخويا تجري عليا. قال لها خويا انا المراه ديالي ما قبلتكش، واش غادي نقول لك؟ قال له واخا خويا، الولد السادات جا خارج بلاد خوا بلاد، غادي هامل في الوطن، والراجل اللي يعني موالف بالزوفيرة وموالف بهذا ما يقدرش. الصبر الصبر معطي للرجال، والبلاد اللي كيدخل ليها كيمشي يسامي الجامع، ثم يصلي ثم يبات بالجامع. علاش بكري منين كانت النيه وكان الخير وهذا، كانوا الناس منين يمشيو هكا ضياف الباديه يبيتوهم في الجامع، كانت واحد الثقه تامه. خوه واسمو سرالو، العام الاول قال مالي ينقص، العام الثاني
بقى المال ينقص. العام الثالث ما بقى له والو. وقال لها شتي يا المرأة، هانا قلت لك ربما رحنا عايشين في الرزق نتاع خويا. ها خويا مشى، ها المال تبعو. المرأة هنا تكاكات، يعني الجوع واعر. قالت له شوف، ربما انا غلط، وحنا كاين كنا عايشين في الرزق نتاع خوك بصح، واخا ما يخدمش، كان بغى ربي على عبده يعطيه، والعبد الضعيف واش بيدو ما يعمل، يا ذا القوي حد ولا يعلم بيه، ومن يطلب العبد مخصوص عقل، يعمل ما يريد ربي في ملكيه، والعبد إلى دال عني راه جهل، رزق البخيل واش من خير عمل بيه، مطعم المسكين ما دار خصايل، يا وهم نبهك هاد التنبيه، كونك فايق ما تتبعش الغافل. اطعام المسكين بالموجود اعطيه، سبق خيرك توجد ويا من توصل، دير الخير تفوز بيه هنا والهيه، ويا فاعل الخير عندك فضايل، يا فاعل الخير ما تندمش عليه، ماشي دير واحد الحاجه وتقول ها راني صدقت على هذاك، راني عيطت لهذاك، راني درت لهذاك، لا درت شي حاجه استرها. يا فاعل الخير ما تندمش عليه، كان ندمت عليه ضيعته باطل، دير الخير تفوز بيه هنا والهيه، يا فاعل الخير عندك فضايل. أرنا نوليو الحكاية يا سادات يا كرام. جاء خارج البلاد يعمر بلاد، يخوي بلاد وما يعمرها ويخويها إلا ربي سبحانه الواحد الجواد، سبحان الله، سبحان من يكسي السماء ومن بعد يعريه، سبحان من يعطي الريح للكافي واطيه، حتى يخلط لهذيك البلاد اللي فيها خوه، بقى يسول، غادي ويسول غادي ويسول. قال لنا خويا من هذا اللي مشى مشى لي الرزق، وانا هذه المراه وصلتني لهذه المشاكل، ما عندي ما ندير. بقى يسول، ودي واش ما تعرفوش فلان، قعد النهار الاول في ذيك البلاد يسول، قعد النهار الثاني يسول، قعد النهار الثالث يسول. أرنا يا سادات يا كرام حتى يتلاقاه، فين تلاقاه؟ تلاقاه في واحد الجامع، لقى في ذاك الجامع عنقو، قال له خويا، قال له نعم، قال له خويا انت يا غبت وخرجت البلاد، قال له الحمد لله أخويا راني عايش اللهم لي الحمد، باقي ما خدام ما ردام ما نخدم ما نردم، أنا رزقي عطاه لي الله غير نتمشى وناكل. قال له خويا غادي تولي معايا، قال له خويا ما نقدرش، العمارة كي تخرج تخرج، ما باقي لها ما ترجع، كي خرجت الدار خرجت الدار، سخيت بيا وما فكرتش للوالدين يا حبيبي، هذا الشيء اللي عطى الله بيني وبينك. أرنا يا سادات يا كرام، رحنا زايدين في الكلام، سماع هذه الحكاية الأولى الحلقة الأولى، وغادي نسمعوا هذا الولد فين غادي يوصل هو وخوه، ونوصيكم الحكاية رحنا زايدين فيها قدام هذه الحلقة الأولى، لكن نوصيك تهلا في خوك، الخاوة راها لحد هاد الدنيا، كي تكمل الدنيا ما كملت الخاوة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحياتي للجمهور، تحياتي للجمهور، تحياتي للفريق أصحاب الكورة، تحياتي للفريق أصحاب الكورة، الله يجعل سيدي رب العالمين يعطيهم النصر من عنده. هذه تاريخ وهدية من عند الشيخ علال الوجدي، ثورة وجدة، راني كندعي مع أصحاب الكورة، الله يجعل سيدي ربي يغلبهم ويعطيهم النصر من عند سيدي رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.